Bonjour, bonjour. Alors, on passe au vocabulaire, l'article du dictionnaire. Alors, on va mettre ma tarte, on va faire le tarte, le dictionnaire, ou je note le confit, ou le stencil. L'article du dictionnaire, il est où est-ce? هذا هو الارتيكل دو ديكسيونير. شنو تيكون فيه وشنو تي غادي نتعرفوا على كاع المكونات ديال هذا الارتيكل دو ديكسيونير. تبعوا معايا خطوه بخطوه غادي تفهموا كاع داكشي تيكون فيه. الوغ نبداو. Dans le dictionnaire, les mots sont organisés par ordre alphabétique et présentés dans des articles. Alors, هذا هو الارتيكل كيما قلت لكم هو هاد الصفحه ديال الديكسيونير. D'accord. هذوك الكلمات اللي تنقلبوا عليهم تيكونوا مرتبين على حسب لغة الفابيتيك. لغة الفابيتيك كنا شرحناه، يعني الكلمات اللي كيبداو ب ا كاملين كاينين في الاول ديال الديكسيونير، من بعد كيتبعهم الكلمات اللي كيبداو ب ب، من بعد الكلمات اللي كيبداو ب سي. هذا هو لغة الفابيتيك. سي كلير. Très bien. Dans un article de dictionnaire, on trouve plusieurs informations sur un mot. علاش اصلا تنقلب الديكسيونير ما تنفهموش واحد الكلمه، تنمشيو تنقلبوا عليها في الديكسيونير. شنو تنلقاو؟ تنلقاو بزاف ديال المعلومات على هذيك الكلمه. تنلقاو لا ناتور ديال لو مو، يعني هاد لو مو واش هو فيرب، واش هو نون، واش هو ديتيرمينون، واش ادجيكتيف، واش ادفيرب، اي انسي دو سويت. تنلقاو عاوتاني لو جونغ ديالو، واش هو فيمينان ولا ماسكولين، واش مذكر او لا مؤنث، مذكر ماسكولين مؤنث فيمينان. سي كلير. باش نشرح لكم بالعربيه، لا ناتور تنعرفو الكلمه واش هي فعل او لا اسم او لا نات. هاد المعلومه تتكون ديريكت حدا الكلمه اللي تنقلبو عليها. تنلقاو اوسي لو جونغ، واش هاد الكلمه هي مؤنث او لا مذكر. تنلقاوهم على هاد الشكل هذا، غير دي زابغيفياسيون. يعني شنو تنقولو لابغيفياسيون في الفرنسية، في العربية. دونك هانتوما عندو ان نون، باش تنكتبوش نون كاملة تنكتبو غير ان، هادي سي تون ابغيفياسيون. فيمينا متنكتبوش فيمينا كاملة تنكتبو غير اف، هادي عاوتاني سي تون ابغيفياسيون. تنتمنى تكونو فهمتو. دونك فاش تنقلب على واحد الكلمة في الديكسيونير باغ اكزومبل في، وتلقى حداها ان اف، هادشي تيعني نون فيمينا. ولا تلقى ان ام، هادشي تيعني نون ماسكولا. فاش تلقى ادج، هادشي تيعني ادجيكتيف. فاش تلقى في، تيعني ان هاد الكلمه هي فيرب. فاش تلقى بريب، تعني بريبوزيسيون. فاش تلقى سين، يعني سينوني. فاش تلقى ادف، يعني ادفيرب. سي كلير. من بعد تلقى لا ديفينيسيون، يعني الشرح هاد الكلمه شنو كتعني. وفاش تنلقاو المعنى ديال هاد الكلمه تنلقاو حداها واحد الجمله، واحد الجمله اللي استعملنا فيها هذيك الكلمه باش نفهمو مزيان. باغ اكزومبل تنلقاو في، المعنى ديال في، وتنلقاو واحد الجمله فيها في. باغ اكزومبل لا في جو على ماغيل، تنلقاو واحد الجمله اللي فيها ديك في كوم اكزومبل. سي لو مو ا بليزيور سونس، لي ديفينيسيون سون نيميروتي. يعني فاش تتكون عندنا الكلمه عندها بزاف ديال المعاني، تنلقاو في الديكسيونير دوك المعاني مرتبين، واحد المعنى واحد، جوج المعنى الثاني، ثلاثه المعنى الثالث، وهكا غاديه. اون اتيليز لو ديكسيونير بور كونيتر لورتوغراف دان مون او سي ديفيرون او سي ديفيرونت سي ديفينيسيون اي سا ناتور. هادشي علاش تنستعملو الديكسيونير، باش تنعرفو لورتوغراف ديال لو مو، لي ديفينيسيون ديالو، و لا ناتور ديالو. هادشي اللي شرحنا هنايا. كنتمنى تكونو فهمتو هاد الدرس هذا كيما شرحت ليكم. الوغ دابا غادي ندوزو لي زيكزارسيس، تبعو معايا. Écris en entier la classe grammaticale de chacun des mots suivants. Alors, هنايا عندنا هاد لي زابغيفياسيون، حنا غادي نكتبوهم كاملين. نون فيمينان، نون ماسكولان، ادفيرب. بعد هنايا راه دايرين واحد لا فوت، امانسير سي ان فيرب. هنا خاص تكون في. هاد الكتاب فيه لي فوت بزاف. الا كان شي واحد من الناس اللي دايرين هاد الكتاب تيشوف هاد لا فيديو، راه كاينين لي فوت. امانسير سي ان فيرب، سوني با ان نون ماسكولان. سي كلير. هادي حيدوها وكتبو حداها في اللي هي هادي، هاهي غتكتبو حداها هادي. او سي ان فيرب. سي كلير. هادي راه خطا.
Très bien. Donc, réécris de ces, chacune de ces séries en plaçant le mot entre parenthèses à sa place en respectant l'ordre alphabétique. Yani, hadou ghadi nirtbou ma la hasab l'ordre alphabétique. C'est clair? Nirtbou ma la hasab l'ordre alphabétique. Ana ghadi nkتب لكم التصحيح ديالهم في صندوق الوصف حيت واخا نقول لكم ما غاديش تقدروا تركزوا معايا وتكتبوهم. سي كلير؟ Alors, Hnaya cherche dans ton dictionnaire les informations nécessaires pour remplir le tableau. Le dictionnaire, تتمنى تخليو الاطفال ديالكم يخدموه بوحدهم، يعني غتشرحوا لهم مزيان كيفاش يستعملوا الديكسيونير وهذا تخليهم يخدموه، يعني غادي يقلبوا على هذا لو مو امي في الديكسيونير، غادي يشوفوا ديك لابريفياسيون ديال لا ناتور ديالو، واش نو ماسكولان نو فيمينان، واش فيرب، واحد لو سينونيم ديالو باغ اكزومبل كوبان، و ان مو دو لا ميم فامي باغ اكزومبل اميتي، لا ميم شوز بور شيرير بور ديبيتون. سي كلار؟ بون كوراج.